حيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هذا اللي هي المنستيرا المونكي ليفز أو المونكي فيس، نشوف كيف البق الدقيقي كيف بهدلها. للأسف بدأت تتعرى من الأوراق اللي هي فيها. طيب حنشوف هذا الغصن، شوفوه معايا، حنشوف إيش حنعمل فيه. جبنا المقص المخصص للنباتات، طبعا غسلناه جيد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجي عند العقلة، هذه يسموها عقلة، نقصها من هنا. قصدناها شوفوا من فين، من عند الجذور الهوائية، شايفينه هو ده الغصن. وضعنا هذا الغصن ما شاء الله تبارك الله زي ما احنا شايفينه في الماء، بدأ يجذر معانا. نشوفه كيف شكله، صار متقوس واصل عندنا هنا كذلك، اهو مجذر في الماء. ذكر الله واجب، شفناه كيف هو مجذر. هذا هي، شوف الغصن المتقوس طلع من الناحيتين جذور. جينا بالحوض، شايفينه متسخ، ما ينفع انه احنا نستخدم احواض متسخه. غسلناه بالماء ما شاء الله تبارك الله، اصبح عندنا حوضين نفس الشكل، نظيفه مغسوله جيد. وهذه ما شاء الله تبارك الله خلاص كده الفكره النهائيه، بعد ما تم نقلها نجي نشوفها، اصبحت حوضين. وتقدر انت تتحكم طبعا في الحوضين، تحط واحد كده وواحد كده، او انك تبي تقربهم من بعض هيقربوا. هي فكرة جميلة جدا، ولكن انا اشوف انها مناسبة كده بهذه المسافة، يصير حتى لو بدأت تنبت زي كده حتكون شكلها جميل. او ممكن للأسف ما عندنا احنا يعني اللي هو يسموه سلك او حاجة انه احنا ندعمها بأكثر جمال من